الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم رميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.